ما هي الأسباب التي تمنع الرزق؟ ما هي الأسباب التي تقرب من الفقر؟ ما هي الأسباب التي تقلل من الرزق؟ أولاً الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لعله هناك عقابان للزنا، عقاب سببي، يصاب الإنسان بأمراض خطيرة جدا، منها فيروس الإيدز الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض، في الآن تقريبا 60 مليون إنسان مصابون بهذا المرض وهم في طريقهم إلى الموت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: في الزنا 6 خصال، 3 في الدنيا و3 في الآخرة، أما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار. هذا الحديث في شعب الإيمان للبيهقي. صدقوا أيها الإخوة، وقع تحت سمعي قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين، قصة قديمة، وعادا بالسيارتين براً. نزلا في فندق في بلدة من بلدان أوروبا الشرقية. يقول لي أحدهما: بعد الساعة 12 طرق باب الرجلين من قبل امرأتين، الأول فتح الباب والثاني قال: إني أخاف الله رب العالمين. ثم وصلا إلى الشقة، الأول في صعود والثاني في هبوط، الثاني ضاقت الأحوال به، باع محله، طلق زوجته، والأول والله أعرفهما تماما، والأول في صعود مستمر. أنا مؤمن إيمانا قطعيا أن أحد أسباب الفقر الزنا. هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الزنا يورث الفقر، الزنا يورث الفقر. طبعاً فقر ذات اليد وفقر القلب، الزاني محجوب عن الله عز وجل. وقع في فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. أي شيء يفضي إلى الزنا فهو محرم، فالخلوة بالأجنبية محرم، صحبة الأراذل شيء محرم، إطلاق البصر محرم، متابعة أشياء إباحية في الإنترنت وفي الفضائيات محرم، لأن هذا طريق إلى الزنا. صحبة الأرازل، الإثارة المستمرة، هذه تنتهي إلى الزنا. أيها الإخوة، السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيننا: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع فيروس الإيدز والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط، الجفاف،
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. حروب أهلية، هذه المعصية الثانية، نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، أحد أسباب الفقر. نحن مع حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين. المعصية الرابعة منع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. في إحصاءات قد لا تصدقونها، 5% فقط من أغنياء المسلمين يدفعون زكاة أموالهم، 5% فقط. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. الرابع الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالفقر، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. الربا يؤدي إلى الفقر، والرشا تؤدي إلى الرعب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله.